عن إذنكم. عجبني ثقته في نفسه يعني. تحسي كده إن شكري سرحان قوي في نفسه. الله يسامحه بقى، طرطش لدماغي أكتر ما هي مطرطشة بكلامه ده. بس الحمد لله إن يوسف ما اتصلش. وأنا رؤوف ولا رن عليا رنة واحدة. هو إحنا يا أختي واقعين ولا إيه؟ نعم؟ لا طبعًا. طب لعلمك؟ أيوه. إحنا حريم جامدين قوي، بس إحنا اللي ما بنرضاش نبين عشان ما نتحسدش. حلوة حريم. بس يا أختي ده ولا رن رنة واحدة. قبل الجواز كان هيرن يرن يرن عليا يرن عليا. دلوقتي ولا رنة واحدة. الرجاله دول يا لهوي يا لهوي. والله هما الرجاله كده، قبل الجواز يعملوا حبيبه وبيقلبوا كائنات كئيبه. في ايه؟ انت اتخانقتي مع سامي ولا ايه؟ لا ما اتخانقتش معاه، بس متضايقه شويه. أمورتي الحلوة متضايقة من إيه؟ ما تقوليلي وأنا أريحك. عادي يعني يا ماما، متضايقة عادي مفيش حاجة. تسمعي مني ولا زي كل مرة؟ عايزة تقولي إيه؟ مش عايز تعرفي أنا وأبوكي بعاد عن بعض ليه؟ اللي قلته قبل كده كان صح، لكن اللي هقولهولك دلوقتي هو الحقيقة. أنا وأبوكي ما تعلمناش أي حاجة في الدنيا. لا هو عارف يعني إيه ست، ولا أنا عرفت يعني إيه راجل. مش فاهمة. أنا فاهمك. أنا كنت بعتبر كل كلمة بيقولها لي أمر، هو كان بيعتبر كل اعتراض مني تمرد. أنا فهمت إن أوامره دي خوف علينا، ولا هو فهم اعتراضي إن أنا مش فاهمة هو عاوز إيه. سامي يا بنتي راجل، عارفة يعني إيه راجل؟ دي كلمة كبيرة قوي، كل حاجة بترجع له، كل تصرفاتك بتحسب عليه وبتحاسب عليها. ليه؟ هو أنا كنت جارية عنده؟ وليه ما تقوليش إنك حتة منه؟ وده الفرق بين اللي فاهم واللي مش فاهم. اوعي تسمعي كلام اي حد من صحابك يقلبك عليه او تخليك تمردي عليه. اقول لك على نصيحه تسمعيها من امك، لو كسبتي جوزك وبيتك هتملكي الدنيا واللي فيها. ماما. نعم يا حبيبي. انا بحبك قوي. كل ده ما تسأليش عليا. انت اللي وحشتيني قوي، ده انت حتى ما فكرتيش تتصلي بيا مره. يا سلام يا اختي، وانت ما تتصليش ليه بقى؟ ايه ده؟ امال دينا وناديه فين؟ مش شايفاهم على مكاتبهم. دينا فوق عند المدير، تلاقيه عمال يتسلى عليها، بس بعون الله هتقوم بيه ب10 زيه. رباب وحشتيني يا حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. انا عرفت بالصدفه انك هنا، كان لازم تعدي عليا انا الاول على فكره. يا سلام يا اختي، وتعدي عليك انت الاول ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا زميلتها في النم. بس ولا ما وحشكيش النم؟ هي تموت في النم اصلا. رباب رباب حبيبتي وحشتيني. انت اللي وحشتيني قوي. عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يا بنتي خسيتي قوي كده ليه؟ هتختفي. ايه ده بجد خسيتي؟ اه جدا قوي. والله يا جماعه انا من ساعه ما سبت الشغل وانا بحس بزهق فظيع، بحس ان عندي وقت فاضي كتير قوي. مش فايتك كتير. اترحمتي من المدير اللزج اللي قاعد عندنا فوق؟ انا مش فاهمه الراجل ده ما بيبصش في المرايه. لا ما بيبصش طبعا. لا بس هي برضو كان لازم ترجع عشان خاطرنا احنا. لا طبعا ترجع فين، ما تلعبيش في دماغ البت، سيبيها كده هي كويسه. العب في دماغها ايه؟ هي محتاجه لعب في دماغها. ده انا والله لو حد زي مجدي ده قال لي اسيب الدنيا كلها هسيبها من غير ما افكر لحظه. ان شاء الله هيحرقوكي زي الساحرات بتوع ايام زمان. بعد الشر بعد الشر. احكي لي عامله ايه انت وحسين؟ مفيش، رحت قعدت معاه وقلت له ان هو لازم يقابل بابا عشان نخلص موضوع جوازنا. وافرضي بقى يا فالحه باباكي قال لا؟ هقول له ان انا عايزاه وعايزه اتجوزه. تقولي له ايه؟ ابوكي سعيدي هيموتك. مش مهم، المهم ان انا ابقى خلصت من الحيره دي. بتحبي؟ سكتي ليه؟ مش عارفه، زمان لما كنت بتسأل السؤال ده كنت بجاوب على طول، دلوقتي ببقى محتاجه وقت عشان ارد عليه. ياه ده انت محتاجه جلسه بقى. حاسه ان في حاجه في حسين متغيره؟ ايوه
ايه هي بقى؟ مش عارفه. يبقى تعملي اللي انت عايزه تعمليه وباسرع وقت ممكن. حسين يروح يقابل ابوك. ليه بقى؟ عشان ده اختبار لحسين، وربابة عارفه كويس قوي انه مش هينجح. صح. اتفضل. صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ عامل ايه النهارده؟ الحمد لله كويس. انا كنت عايز اشكرك على اللي انت قلتيه عليا امبارح. هي كنت بتحبها وهي فضلت سامي عليك، صح؟ ايوه انا حسيت كده. انت ايه اللي خلاكي تقولي الكلام ده عليا امبارح؟ عشان حاجتين. أول حاجة إنك فعلاً كده، وأنا مبسوطة قوي إن أنا شغالة معاك. تاني حاجة بقى، حسيت إنها لازم تعرف إنها خسرت كتير قوي. خسرت إيه بس؟ سامي أحسن مني بكتير. مفيش حد أحسن من حد، بس في ناس بتليق على بعض وناس لأ. وبعدين بقى من هنا ورايح أنت لازم تيجي المكتب رسمي فورمال. أنا عملت حسابي إني هنزل معاك ونعمل شوبينج ونشتري شوية بدل. انت وسيم جدا على فكره، بس مبهدل شويه. آه ست الله يخليك، بس انت عندك حق في شويه حاجات. يعني مثلا اقول لك الحاجه بس ما تضحكيش، النضاره اللي انا لابسها دي انا مش عارف انا لابسها ليه اصلا، مع ان نظري مش ضعيف. بجد يعني انا كنت بلبسها عشان ماما بتقول لي هتخلي شكلك محترم. انا النهارده مش هلبسها. متشكر ولا لا؟ انت هتفضل تشكرني كده كتير؟ مفيش أي حاجة تانية هتقولها؟ أنت لازم تكون أشيك محاسب في مصر كلها. أوف. في إيه مالك؟ طلعت زفت البرك فوق عند المدير. يا نهار أسود، ده المدير المفروض كان يقطع أي تعامل معاه بعد اللي حصل. إزاي بقى؟ وهو الباشا اللي ماسك كل حسابات وملفات الضرايب بتاعت الشركة. وبعدين أكيد في حاجات بينه وبين المدير إحنا ما نعرفهاش. ما هو مديرك ده راجل مش سالك. بقول لك يا ليلى، ما تيجي نهاجر. نهاجر نروح فين بس؟ هو احنا عارفين نعيش هنا لما هنعرف نعيش بره؟ يا بنتي يا هبله، بيقولوا هناك تعيشي تحبي تكرهي تتجوزي تتطلقي، اياكش تموتي، ما حدش هيسال عنك. وهي دي تبقى حياه؟ لا ازاي؟ لازم نقعد نرغي ونهري. امشي اطلعي بره. انت بنت نكديه وبتحبي الغم، وانا عندي مشاكل وفين اللي مكفيني. امشي اطلعي بره. يبقى شكله كده ما اتصلش. ما تنيلش. بس لعلمك انا ولا يهمني، ولعلمك هبقى مطلقه للمره الثانيه وابقى رئيسه قسم المطلقات. لا وايه خبره بقى. مش اطلع بره.